ما أفرزته العمليات العسكرية من شريحة ذوي الشهداء جعل العديد من العوائل تنتظر من يرد لها دين التضحية والعطاء. فبعد سنوات من التهميش جاء اليوم الذي يبصر واقعهم النور نحو مستقبل يليق بمستوى التضحيات التي قدموها. قبل وين كان؟ قبل كان طول سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. هسه انا كملتها يوم 20/7، يعني شهر كملت، لا انا كملتها شهر كملتها، يعني 26/9 كمل المعاملة، 26/9 المعاملة كملتها. قالوا انتظر بعد ارفع التكليف، جت المفاجأة، هي اليوم ان شاء الله استلم الهوية. كان هناك تضحيات كبيرة من عوائل الشهداء، وهذه عوائل الشهداء يجب ان تكون لها كل التقدير والثناء وتذليل الصعاب امامهم. كون هناك معاملات يجب ان تنجز وفق القوانين العراقية، وكان هناك دعم مباشر من قبل مجلس الوزراء ومن قبل مجلس النواب العراقي على دعم هذه الشريحة. هذه الشريحة يجب ان تكون هناك لها قدسية ولها اهتمام مباشر من كل الجهات المعنية، بخصوص دعمها المادي والمعنوي. المعنيون بيّنوا حجم الإنجاز وسقفه الزمني القصير الذي تمثل بتذليل العديد من الخطوات الروتينية التي كانت متبعة وتم تلافيها، مؤكدين العزم على تعميم هذا الإجراء في كافة محافظات العراق. عدد المعاملات المستلمة تقدر ب 500 معاملة تم استلامها، انجزنا 220 معاملة منها، 126 معاملة رفعت عن طريق الباركود، أرسلت إلكترونيا عن طريق الباركود للتقاعد العامة. العدد المعاملات المنجزة والتي سيتم إصدارها ويا التقاعدية لهم هذا اليوم 46 معاملة. بهذا الخصوص مديريتنا راح هي من المديريات الأولى التي أنجزت الهويات التقاعدية من خلال هذا التنسيق بين التقاعد العامة وبين مؤسسة الشهداء. قبل أحداث داعش الإرهابية عندنا بحدود فقط في لجنة تكريت 6000 قرار، 25000 معاملة، منها 3000 إلى 3500 معاملة مروجة تنتظر إجابات الدوائر. صدرنا أكثر من حدود 560 إلى 570 قرار، بها قرارات بالرفض اللي تكون إجاباتها غير مقنعة، وبقية القرارات صدرت بها بالإجاب للشهداء والمصابين. اليوم أنجزنا وتم اختصار المدد الزمنية اللي كانت تستغرق سنوات، اليوم خلال شهر تم إنجاز أول وجبة من المعاملات التقاعدية في محافظة صلاح الدين قضاء البلد، وإن شاء الله التجربة سوف تعمم على جميع مفاصل مديريات شهداء في كافة المحافظات العراقية من أجل إنجاز المعاملات. حالة انتقالية بواقع المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية تشهده هذه الشريحة في ظل إتمام العمل الخاص بهم وفق تعاون بين الدوائر المعنية. جميل الغزالي، قناة الرشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.